السلام عليكم ورحمة الله. في الوقت الذي كان يتحدث فيه وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي للمفاوضات عما وصفه تعديلات كبيرة في الخطة الأممية للحل في اليمن تستوعب ملاحظات الحكومة، كانت قوات الجيش الوطني تحقق تقدما في الجبهة الشرقية وتسيطر على عدد من المواقع في نهم، مما يعيد إلى الواجهة الحديث عن أي من المسارين يمكن أن يصل بالأزمة اليمنية إلى خط النهاية بعد فترة من الجمود على كلا المسارين. في هذه الحلقة سنناقش واقع الأزمة اليمنية في هذه اللحظة على المسارين السياسي والعسكري. تحركات على المستوى السياسي ومثلها ميدانية على المسار العسكري تحاول الوصول بالأزمة إلى النهاية بعد عامين من الحرب، لكن ما يبدو أنه كذلك لا يعدو أن يكون في حقيقته سوى محاولات محدودة الأثر لا يمكن لها أن تبدد ضباب الجمود الذي يحيط بالأزمة منذ أشهر. في الميدان لا تبدو العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الوطني في هذه اللحظة سوى عمليات محدودة للتلويح بأن الخيار العسكري لا يزال خيارا مطروحا لحسم المواجهة مع الإنقلابيين، فيما حقيقة الأمر أن هذا الخيار بات مكبلا بكثير من الخطوط الحمراء التي تفرضها دبلوماسية اللاعبين الإقليميين والدوليين. فيما يبقى المسار السياسي بعيدا عن إنجاز الحل المنتظر منذ انطلاق أولى جولاته العام الماضي، إذن فما هي اتجاهات الأزمة اليمنية في هذه اللحظة؟ وهل يبدو الجمود القائم خيارا طويلا في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة ككل؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير الذي أعده الزميل كمال حيدر. الجمود سيد الموقف، فلا حسم عسكري قادم ولا حل سياسي يلوح في الأفق، هذا ما يبدو عليه المشهد اليمني منذ أشهر. لم تتوقف المحاولات على كلا المسارين، إلا أن الواضح أن كل تلك المحاولات تتحرك في إطار محدود، فيما الواقع يقول أن الأزمة اليمنية ذهبت باتجاه جمود طويل وأن نهاية الأزمة لا تزال بعيدة. المسار العسكري الذي كان المسار الأول والإجباري لحل الأزمة في البلد عبر إسقاط سلطة الإنقلابيين في صنعاء بات الآن خيارا ثانويا تتحرك جبهته كلما شعرت السلطة الشرعية بأن الحل السياسي لا يتفق مع حساباتها. لم تتوقف المواجهات والاشتباكات على معظم الجبهات، إلا أن الواضح هو أن جميع العمليات العسكرية الكبرى التي كان قد أطلقها الجيش الوطني توقفت قبل إتمام مهماتها أو تحولت إلى اشتباكات محدودة بلا أفق للحسم. على المسار السياسي تبدو المحاولات الأخيرة لإنعاش هذا المسار بعيدة عن صنع السلام وإنهاء الحرب في البلد، وغاية ما يمكنها الخروج به إن نجحت وتسوية سياسية لا تبعد الأيدي عن الزناد كما يفترض، بل يجعلها متحفزة لجولة أخرى من حرب تبدو طويلة، وهي تندمج كل يوم أكثر في سياق الحرب الإقليمية التي تشتبك فيها أطراف إقليمية ودولية عدة. تراجع المجتمع الدولي عن فرض خارطة الحل التي كان قد طرحها، وعاد ليجعل منها إطارا عاما لحل ستترك تفاصيله للمفاوضات بين الطرفين اليمنيين، وهو الأمر ذاته الذي كان يحدث في الجولات السابقة والتي انتهت دون التوصل إلى أي شيء. حكومة شرعية في عدن وأخرى لم يعترف بها أحد في صنعاء، وكل طرف بدأ يرتب وضعه على هذا النحو الذي يؤكد أن الأزمة اليمنية مفتوحة على أسوأ الاحتمالات التي يمكن توقعها. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونبدأ هذه الحلقة مع رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خسروف من مأرب. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور، أهلا بكم. أهلا ومرحبا بك سيادة اللواء. عادت أخبار جبهة نهم لتتصدر واجهة الأخبار مجددا، طبعا مع سيطرة جديدة للجيش الوطني على العديد من المواقع بعد فترة ربما كانت طويلة منذ أن توقفت. السؤال الآن، لماذا تتوقف العمليات العسكرية لفترة ثم تعود من جديد؟ العمليات العسكرية تتوقف وتعود من جديد تبعا لنشاط المجتمع الدولي فيما يتعلق بإنجاز العملية السلمية. ونحن نعرف وسترى خلال الساعات القادمة أن المجتمع الدولي وأن الكبار سيتحركون في اتجاه التعجيل بلقاءات من نوع ما في ويرتب لها الآن في عمان أو في غيرها لإنجاز العملية السلمية، لأن الجيش الوطني ينتظر. الجيش الوطني ينتصر، وهذه هي المشكلة التي يعاني منها الغرب يعني، ونعاني منها نحن بدرجة أساسية. يجهضون أن ينتصر اليوم الجيش الوطني، وبعد أن وصلت العملية السلمية إلى طريق مسدود وكانت خيارات الإنقلابيين خيارات
كلها إقصائية، خيارات ترفض السلام، خيارات تختار الحرب. الجيش الوطني وصل اليوم إلى جبل السفينة، احتل السيطرة على القتب وكثير من المناطق، وهو يطهر جبل السفينة الآن، وإن شاء الله قريبا سيكون في نقيل من غيره إن شاء الله، إذا لم يحصل كابح دولي يعني. وأنا لا أتصور أن تقبل به القيادة العسكرية ولا القيادة السياسية في ظل هذه الانتصارات القائمة الآن. نعم. سيادة اللواء، أفهم من كلامك بأن المسار السياسي لا يتحرك إلا عندما يحقق الجيش الوطني تقدما على الأرض، هذا ما أردت أن تقول؟ نعم، ويتحرك المجتمع الدولي في المسار السياسي بغرض إجهاض انتصارات الجيش القوات المسلحة الوطنية اليمني. نعم، إذن المسار السياسي تتحكم به إذن العمليات العسكرية على الميدان، وربما هذا المسار قد خبرتموه كثيرا منذ انطلاق الحرب، ويعني كلما تقدمتم كلما حاولوا يبحثوا عن حل سياسي. إذن السؤال الأهم، لماذا لا تمضون في خياركم وهو الخيار الذي ترونه مناسبا ما دام سيفضي إلى عودة الشرعية وعودة العاصمة صنعاء إلى أيدي الشرعية؟ أنا لا أريد أن يفهم من صياغة السؤال أنك تقول أن العسكرية تتحكم في المسار السياسي في غرض الاستمرار في العملية السياسية. المسار السياسي الذي نهدف إليه هو ما يؤدي إلى عودة الدولة الشرعية بطرق سلمية بدلا عن الحرب، لكن ما يجري الآن في الميدان هو تنفيذ هذا الهدف الاستراتيجي من خلال العمل العسكري. والعمل العسكري الآن غير قابل للتوقف إلا في حالة واحدة، وأنا أقولها دائما في حالة واحدة، وأنا أتصور أنها معجزة، أن يعلن الإنقلابيون صراحة وبدون مواربة وبدون لبس وبدون غموض أنهم على استعداد لتسليم السلاح وتسليم الدولة إلى الحوار السياسي خارج منطق القوة والسيطرة والإقصاء. نعم، طيب سيادة اللواء، البعض يطرح بأن هذه العمليات العسكرية واضح أنها عمليات محدودة ولا تعطي الانطباع أنها تمضي بوتيرة واحدة ومتصاعدة لتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي ذكرت. الذي يقول هذا الكلام هو حر فيما يقول يعني، ولكن أنا انتصارات اليوم وأمس في نهم انتصارات كبيرة واستراتيجية. نعم، هذه الخيارات الاستراتيجية الجميع ينتظرها بفارغ الصبر، وربما سيادة اللواء كنت معنا في لقاء سابق، وكانت التحرك الأخير الذي كان ربما اليمنيون عقدوا عليه آمال كبيرة عندما اتجهتم وبعد فرضة نهم، وكنتم تقولون بعد ساعات سنصل إلى نقيل بن غيلان، فجأة توقفت العمليات العسكرية. سيادة اللواء، هنا أول شهر الجيش الوطني اليمني يتسلم مرتبه من خزينة الدولة اليمنية. نعم. أول شهر العملة الوطنية اليمنية. نعم. سيادة اللواء، معذرة فقط يبدو هناك إشكالية في الصوت، سأعاود بك الاتصال بالتأكيد، ولكن نشرك معنا في الحديث من عمان المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع. مساء الخير سيد عبد الناصر. مساء الخير. اهلا ومرحبا بك استاذ عبد الناصر. تحركات سياسيه بلا افق واضح هذه المره، العمليات العسكريه تبدو محدوده النتائج، كيف تقرا الازمه اليمنيه، الى اين تمضي على الاقل في هذه اللحظه استاذ عبد الناصر؟ تحيه لك وللواء محسن خطروف. العمليه هي انعكاس لحاله جمود سياسي جمود عسكري في اليمن، هذا بيؤدي إلى أن الأمر ستستمر حالة حرب الاستنزاف الحادثة الآن في اليمن. اليمن ليس هناك في الأفق أي حلول سياسية أو حلول عسكرية، كل ما هنالك أن اليمن تتفتت، مقومات الدولة تتراجع، هناك حضور قوي لكيانات ما تحت الدولة، كانت الكيانات الانفصالية، الميليشيات بأنواعها، الدولة الرخوة الضعيفة الفاسدة في بكل محتوياتها. لماذا هذا التشاؤم أستاذ عبد الناصر؟ اسمح لي، قد ربما المشاهد الكريم الآن يقول بأن هذا تجني وتشاؤم كبير منك
لوصف الحال في اليمن. اليوم الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة في عدن تمارس كل مهامها. اليوم نائب الرئيس في الجبهة الأمامية في جبهة نهم، وهناك تقدم يعني حققه الجيش الوطني، وهناك كما يتحدث الآن سيادة اللواء محسن خسروف هناك استعداد كبير من الجيش الوطني، وربما ينتظرون قرار سياسي حاسم بالموضوع فقط. يعني هذه الأشياء لن نسمعها من أكثر من سنة ولم يحدث أي شيء خارق للعادة. كلما هنالك أحيانا بعض الانتصارات العسكرية المحدودة والذي بعضها لا يتم التراجع عنها. أما فيما يتعلق بالأداء العام للسلطة الشرعية، واضح جدا أن هذه الدولة السلطة لا تمتلك، أولا لا تمتلك عاصمة حقيقية. عدن لم تعد عاصمة مؤقتة لليمن، عاصمة ليس فيها علم الجمهورية اليمنية، لا يرفع علم الانفصال، وبالتالي هذه ليست عاصمة الجمهورية اليمنية. عاصمة الجمهورية المؤقتة لا يوجد بها تقريبا إلا الوزراء الجنوبيين والمسؤولين الجنوبيين، وبالتالي لا يستطيع أن نقول أن هناك عاصمة. هناك وزراء، هناك وزراء سيد عبد الناصر من كل اليمن متواجدون في عدن، وربما أمس كانت زيارة أيضا لنائب الرئيس إلى عدن ولو كانت قصيرة كما تحدثت بعض وسائل الإعلام. أقصد يعني ربما تبالغ أنت في الحديث في هذا المجال أستاذ عبد الناصر. أنا لا أبالغ، أنا أرى الصورة بشكل واضح. علينا أن نخالط أنفسنا، اليمن تسير في طريق خاطئ، وبالتالي عندما تكون أنت تسير في طريق خاطئ لا يمكن أن تتوقع بأنك ستصل إلى نتيجة صحيحة. طيب اسمح لي أستاذ عبد الناصر، نعم اسمح لي أن أعود لسيادة اللواء محسن خسروف. سيادة اللواء، ربما سمعت ما طرحه الأستاذ عبد الناصر المودع، ربما هي نظرة متشائمة جدا بأن مقومات الدولة تتفتت وأن هذه التصريحات التي يطلقونها لا تعدو كونها لوسائل الإعلام ولم يتحقق شيء. سيادة اللواء، إذن فقدنا الاتصال مجددا بسيادة اللواء محسن خسروف، ربما هناك إشكالية في الصوت، سنحاول على ونعمل على إصلاحها. إذن أعود لك أستاذ عبد الناصر. طيب أستاذ عبد الناصر، المجتمع الدولي وضع خطة للحل في اليمن وعاد وجعل منها إطارا للحل في جولة المفاوضات القادمة التي ستعقد في عمان. إذا ما وافق الطرفين على ذلك، هل تعتقد أن الحل السياسي ربما يعني ينجح هذه المرة؟ تصحيح فقط، ما يتم الحديث عنه بخصوص مفاوضات عمان هو ليس المفاوضات السياسية، ولكن مفاوضات للجنة الفنية التي كانت قد تشكلت في ظهران الجنوب، وهذه اللجنة مهمتها بحث آليات التهدئة ووقف إطلاق النار ومراقبة الجبهات. هذه ليس لها علاقة مباشرة بالمفاوضات السياسية، المفاوضات السياسية هي في حالة جمود وهي في الثلاجة حاليا. أما موضوع المفاوضات هذه اللجنة، التحرك الأخير، نعم سيد عبد الناصر، التحرك الأخير الذي قام به ولد الشيخ، وربما هناك أيضا المملكة الأردنية الهاشمية تلقت أيضا دعوة من قبل الأمم المتحدة لاستقبال هذه المفاوضات، وهناك كما صرح ربما وزير الخارجية الأردني بأنهم يدرسون هذا الطلب، ولكنه حتى اللحظة لم يتم القبول والرفض. يعني أنا أتحدث حاليا ما تم الإعلان عنه في اجتماع الخماسية في الرياض، أنه ستعقد اللجنة الفنية في الأردن، وحتى الآن ليس هناك من خطوط واضحة لمتى ستعقد هذه اللجنة في الأردن. وهذه اللجنة كما ذكرت لك لجنة فنية مهمتها البحث عن آليات الوقف إطلاق النار، وطبعا وقف إطلاق نار في وضع اليمن غير عملي ما لم يكن هناك أولا اتفاق سياسي، لأن وقف إطلاق النار هو يأتي تاليا للنجاح مفاوضات سياسية، ولكن حاليا الخارطة الطريق التي وضعها ولد الشيخ وهي الخطة الوحيدة الآن المعروضة تم رفضها تقريبا من جميع الأطراف، وبالتالي لا يمكن توقع أن تثمر نتائج هذه اللجنة بأي نجاحات، لأن وقف إطلاق النار لن يتم ما لم يكن هناك اتفاق وقبول من جميع الأطراف بخارطة الطريق.
في النزاعات الشبيهة بالنزاعات اللي النزاع الحاصل في اليمن، لا يمكن تثبيت أي وقف لإطلاق النار، والسبب يعود إلى أن طبيعة الصراع تجعل منها صراع مطاط، صراع بجبهات كثيرة، ليس هناك خطوط واضحة ومتفق عليها من جميع أطراف الصراع، ليس هناك من مناطق يتم التفاهم من جميع الأطراف بأن هذه المنطقة لهذا الطرف أو ذاك، يعني ليست الحرب حرب طائفية بالمعنى أن هناك مناطق خاصة لهذا الطرف ومناطق خاصة لهذا الطرف، وبالتالي الحدود واضحة، هناك تداخل في الحدود، وهناك رغبة كل طرف يريد أن يسيطر على كل ما يستطيع يسيطر عليه من أراضي الجمهورية اليمنية، وبالتالي الحديث عن وقت إطلاق نار قبل الاتفاق على اتفاق سياسي يعتبر مغالطة وعبارة عن إشعار الجميع أو توزيع أوهام ليست حقيقية، وإيصال رسائل بأن هناك مفاوضات، ليس هناك مفاوضات حقيقة، هناك جمود سياسي وجمود عسكري إلى جانبه. طيب إذن تكرم بالبقاء معي أستاذ عبد الناصر، إذن نشرك معنا في الحديث من الشارقة الباحث والكاتب السياسي الدكتور عمر عبد العزيز. مساء الخير دكتور. مرحبا، اهلا وسهلا. اهلا ومرحبا بك دكتور. لو نقلت لك ما ذكره الاستاذ عبد الناصر ربما نظره متشائمه بان اليمن ومقومات الدوله تتفتت ولا يوجد هناك اي بوادر يعني لحسم سياسي او عسكري، وان الدوله رخوه وغير قادره على انجاز اي شيء سواء في المجال العسكري او المجال السياسي، ما قراءتك انت؟ أولا مما لا جدال فيه أن لحظة الأزمة هي لحظة معقدة بكل ما في الكلمة من معنى، أبعادها كثيرة ومتعددة، لكن علينا ألا نفقد الأمل في جهة واحدة، أن اليمنيين عرفوا التوافقات السياسية أكثر من مرة وفي أكثر من محطة. نحن نعرف بهذه المناسبة حرب الملكيين والجمهوريين كمثال، ونعرف أيضا الحروب البينية بين الشطرين الشمالي والجنوبي وكيف أن هذه الحروب كانت يتم مخاطرتها. أي نعم أن شروط الحروب آنئذ كانت في بقدر كبير داخلية، لكننا الآن بصدد أوضاع دولية مترجرجة، أوضاع إقليمية منسحبة على هذا الترجرج الدولي وهذه المشاكل الكثيرة، وتبعا لذلك تعقدت الأمور واختلطت الأوراق بطبيعة الحال. لكن هذا لا يمنع من القول بأن هنالك مستويين للعمل، المستوى الميداني الذي كان أملنا أن يكون مستوى متقدم فيما يتعلق بالحسم الميداني ولو بالقدر الذي يؤدي إلى الإمساك بالعمود الفقري للمدن الأساسية الكبيرة، والمستوى السياسي، وأنا أعتقد أن هنالك تفارق بين المستويين بشكل واضح، وهذه هي التي عقدت الأمور. بمعنى آخر أن الأداء الميداني المرتبط بالمقاومة والجيش الوطني الذي نشأ لتوه، وأيضا المكونات الاجتماعية والسياسية المختلفة الرافضة للانقلاب أيا كان مسمى هذا الانقلاب وأهدافه ومضامينه، هذا المستوى لم يكن مواكبا له أداء سياسي إيجابي من قبل الشرعية. للأسف الشديد كان هنالك أداء سياسي قاصر بهذا القدر أو ذاك، وهذا القصور في الأداء السياسي انعكس سلبا على كثير من الأوضاع وخاصة الوضع في تعز. ومن هنا نستطيع أن نقول في حقيقة الأمر علينا أن نقرأ المشهد خارج إطار الصندوق المغلق للتوصيفات الإجرائية، أي أن نقرأ هذا المشهد باعتبار أن هنالك تداخلات وتقاطعات وتناصات إنجاز التعبير بلغة الأدب، وهذه التقاطعات تعني تماما أن النظام السابق ليس منتهيا، أي أن النظام السابق يتموضع في معسكر التمرد والانقلاب كما يتموضع في أفق ما في معسكرات أخرى، وبالمقابل هنالك أيضا توق جماهيري للانعتاق، وهنالك أيضا نتائج الانتفاضة الشعبية الكبرى في اليمن وهي جزء من الانتفاضة الشعبية الكبرى في العالم العربي، وهذه الأشياء كلها تؤكد على أن اليمنيين لم يعودوا قابلين بأي حال من الأحوال في العودة إلى الوراء والبقاء في مكان كانوا عليه في الماضي القريب والبعيد. طيب. ومن هنا أنا أعتقد أن الوضع يتطلب درجة عالية من الحنكة، درجة عالية من الإدارة السياسية الحصيفة، القدرة على تكامل العناصر الميدانية مع العناصر السياسية. طيب، التحرك اليوم العسكري في جبهة نهم والسيطرة على العديد من المواقع الهامة هناك وزيارة نائب الرئيس لهذه الجبهة، هل تأتي في هذا المسار الذي تحدث عنه دكتور؟ نحن لسنا عسكريين ولا نعرف ما يجري في الميدان بالمعنى الدقيق للكلمة، ولكن
نأمل أن يكون هنالك أشياء واضحة المعالم حتى في هذا الجانب، أي أن معادلة الكر والفر إذا استمرت بشكل مطاط ولزج وإن لم يكن هنالك حسم في المدن الكبرى، وهنا أؤكد مرة أخرى على تعز والحديدة بدرجة أساسية، في هذه الحالة الجمود سيكون هو سيد الموقف إلى حد كبير، وستتمدد الأمور وسنشهد ما شهدته بعض البلدان من حروب بينية داخلية طويلة ومتطاولة. ونحن نستطيع أن نستذكر في هذه المناسبة حرب لبنان التي استمرت حرب 15 عام، وأيضا حرب الصومال التي استمرت أكثر من 20 عام، وبالتالي هنالك خيط رفيع يفصل بين الإرادة السياسية التي ستؤدي إلى توافق، ولا أدري هل إلى أي مدى هذا ممكن، أو أن يكون هناك إرادة للحسم بهذا القدر أو ذاك الحسم، نعم. على الأقل فيما يتعلق بالمدن الكبرى، وبالتالي في هذه الحالة سيصبح هنالك إمكانية لإعادة مأسسة الشرعية إنجاز التعبير، لكن الأداء حتى الآن يعتبره كثير من جوانب القصور في تقديري الشخصي، وهذه الجوانب هي تصب في مجرى التنازل الحر عن الميزات الإيجابية التي تتمتع بها الشرعية والميزات النسبية التي كانت وما زالت تتمتع بها الشرعية، نعم. كان على الشرعية أن تستفيد من التحالف وأن تستفيد من هذه الميزات العسكرية واللوجستية والمادية بشكل أكبر. نعم، أفهم دكتور بأن ربما هذه الأشياء الإيجابية التي تمتلكها وهي تخدم الشرعية ربما في قادم الأيام ستفقدها إذا لم تستغلها. بطبيعة الحال الزمن يمضي، والزمن فيما يتعلق بمعادلات الحروب والتحولات العاصفة هو زمن من نوع خاص، ليس زمنا بيولوجيا ولا هو زمن فيزيائي، هو نعم. زمن عسكري وزمن صراعي وزمن للإبداع السياسي إنجاز التعبير، نعم. إن لم نكن قادرين على هذا الإبداع السياسي وعلى هذا الإبداع الميداني وعلى التحالف الحقيقي المتماسك على الأرض، في هذه الحالة سيكون الزمن لصالح الطرف الذي نعم. طيب دكتور. يستخدم أيضا أدوات الدولة السابقة ويستخدم نعم. كثير من عناصر الاستهامات نعم. الأيديولوجية نعم. والمناطقية. نعم، اسمح لي دكتور أن أعود للأستاذ عبد الناصر المودع من عمان. أستاذ عبد الناصر، عدنا لك مجددا. المجتمع الدولي يبدو هذه المرة فاقدا للحيلة في اليمن، أو ربما البعض يقول بأنه لا يريد التعجل في الوصول إلى النهاية. برأيك أبرز المحددات في الدور الدولي في اليمن في الوقت الراهن وفي المستقبل، كيف تقرأه؟ بداية تحية للدكتور عمر. الموقف الدولي هو في اليمن، وتحديدا عندما نتكلم عن الموقف الدولي هناك الدور، ليس هو أولا هو دور واحد، هناك دور روسي صيني ربما يكون يميل بشكل من الأشكال إلى الطرف الآخر المتواجد في صنعاء، أو نقول أنه ليس على نفس درجة الاتفاق مع الطرف الآخر وهو السعودية ودول التحالف. نعم. الموقف الأمريكي وهو الموقف النشط الآن هو البريطاني، لديهم اهتمامات خاصة باليمن، أهم ما يهمهم من بشأن اليمن هو الجماعات الإرهابية وتحديدا القاعدة التي يعتبرونها من أنشط أفرع القاعدة في العالم، وبالتالي كل ما يهمهم بالدرجة الأولى ألا تصبح اليمن منطقة فراغ أمني يسهل مثل هذه الحركات على التمدد والانتشار، ومن ثم الخطر وممارسة الخطر في على مصالح هذه الدول. لهذا السبب نجد أن رؤيتهم للوضع في اليمن تختلف تماما عن رؤية دول التحالف، هم لا يرون في الحركة الحوثية كمصدر خطر للأمن في اليمن ولعدم الاستقرار، بل أنهم بشكل من الأشكال يرونها قوة موازية وقوة معادلة من الناحية الأيديولوجية ومن الناحية العسكرية للحركات التي هي عدوتهم في الأصل، وهي الحركات الإسلام السني بشكل عام السلفي وتحديدا القاعدة وغيرها. لهذا السبب هم تصريح نعم أستاذ عبد الناصر، معذرة على المقاطعة، تصريح رئيسة الوزراء البريطانية عندما حضرت في القمة الخارجية الأخيرة ذكرت بصريح العبارة بأن من حق المملكة أن تدافع وأن خطر إيران فعلا يهدد أمن المملكة عن طريق عصاها الموجودة في اليمن وهم الحوثيون.
يعني بشكل عام هناك في على هذا المستوى هناك علينا أن نفرق بين شيئين. الغرب ينظر أيضا لإيران أنها مهددة للمنطقة والمصالح حلفائها في المنطقة، لكن في نفس الوقت لديهم الخطر المباشر والمداهم وهي الجماعات الإرهابية، والتي أيضا يرون في إيران وحلفائها كما هو الحاصل في العراق أدوات لضبط ومحاربة هذه العناصر. يعني نرى في نعم. العراق أن الحشد الشعبي المدعوم إيرانيا يحارب جنبا إلى جنب مع قوات التحالف الأمريكي الغربي ضد داعش، ولكن أيضا في نفس الوقت هم يرون أن إيران تهدد مصالح دول الخليج. وفي اليمن تحديدا هم إلى حد ما يميلون بأن تبقى المعادلة في اليمن أن يبقى الحوثيين جزء من معادلة القوة والسلطة في اليمن، وهذا هذا أمر خطر بالنسبة لنا كيمنيين. عندما أقول نعم. كيمنيين أن الحوثيين من يرى الصورة بشكل كامل وواضح في اليمن يرى أن الحوثيين هم عامل من عوامل عدم استقرار الدولة في اليمن، ولا يمكن أن نتوقع بأنهم سيكونوا جزء من عوامل الاستقرار، وبالتالي حتى وإن كانوا لديهم القدرة على مواجهة القاعدة وداعش وغيرها من الجماعات الإرهابية، إلا أنهم بسبب طبيعتهم في تهديد الدولة وأسسها واستقرارها يساعدون هذه الجماعات بشكل غير مباشر على الازدهار وعلى البقاء والنماء. إذن الرؤية الغرب للوضع في اليمن رؤية معقدة، رؤية غير واضحة. أيضا رغبتهم في التدخل في الشأن اليمني محدودة جدا، هم لا يريدون أن يتدخلوا في الشأن اليمني بشكل كبير، لكنهم في نفس الوقت هم لا يريدوا أن تكون مخرجات الأوضاع السيئة في اليمن أن تنعكس عليهم على أمنهم. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. عودة إلى الشارقة مع الدكتور عمر عبد العزيز. دكتور عمر، إذن أمام هذا الأفق المسدود وحكومة في عدن وأخرى في صنعاء، هل يبدو هذا هو الشكل النهائي للوضع في اليمن؟ بداية أتقدم بالتحية الخالصة والخاصة للصديق الأستاذ عبد الناصر المودع، وأتفق معه من حيث الجوهر في جملة القضايا والمقاربات التي ذهب إليها. نعم. بمعنى أننا في منطقة حساسة وحرجة في هذه اللحظة بصريح العبارة. نعم. نحن في لحظة محكومة بقانون الضرورة التاريخية وبقانون الصدفة التاريخية جاز التعبير، وعندما أقول هذا الكلام فأنا أقصد تماما أنه لا يمكن الارتقاء إلى مصاف التاريخ وإلى مصاف الاستحقاقات الكبرى لهذا التاريخ إن لم يكن هنالك عناية بما هو عارض وبما هو جوهري، وهذا الأمر يتطلب حنكة سياسية، قدرة على المناورة السياسية، قدرة على البراغماتية العاقلة، وأيضا على وجود نوع من أنواع الشجاعة التي يمكن أن تخلق الأوراق لصالح المستقبل ولصالح التطور. نعم. وفي هذه المناسبة للقيادات السياسية المتموضعة الآن في الواجهة أينما كانت أن تقدم في ذاتها النموذج الكامل لإمكانية التنازل الحر، أي لإمكانية التنازل عن مصالحهم الذاتية والشخصية والأوهام التي يعيشون فيها من أجل مصلحة الوطن. نعم. في هذه الحالة أنا أعتقد تماما وجازما بأن التسوية السياسية ستأخذ مجراها، لأن العقبة الكأداء الآن في التسوية السياسية هم الترويكا أو الكابن نسميهم بالكرادل السياسيين ضيق الأفق الذين يتموضعون في كل الأطراف. هؤلاء نعم. جميعا يمكنهم أن يخدموا هذا الوطن إذا ارتقوا إلى مستوى المسؤولية وإذا نعم. ارتقوا إلى مستوى التخلي الحر في اللحظة المناسبة من أجل المستقبل ومن أجل الدماء الجديدة التي تستطيع أن تخرج اليمن من هذه المحنة. وهذا ما لم يحدث دكتور عمر للأسف. نعم للأسف هذا ما لم يحدث. لم يساعد اليمنيون أنفسهم أولا وثانيا وثالثا، لا أحد يستطيع أن يساعدهم لا على المستوى الدولي ولا على المستوى الإقليمي. نعم. العالم فيه ما يمكن أن يسمى بالاقتصاد الموازي والمؤسسات الموازية والمافيا الدولية وكل ما يخرج من نطاق القانون الدولي، وفي بؤر الحروب والتوترات مثل هذه الأمور تزدهر وهنالك من يدعمها ويشجعها، تجارة السلاح غير المشروع، تجارة المخدرات،
نعم. المتاجرة بالبشر، التطرف، التعصب الأعمى، كل هذه الأشياء عبارة عن بيئات. وهذا ما نتمنى دكتور عمر. نعم لضيق الوقت معذرة منك، انتهى الوقت المحدد للحلقة. نشكرك جزيل الشكر دكتور الباحث والكاتب السياسي عمر عبد العزيز، كنت معنا عبر الهاتف من الشارقة. مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، وأيضا الشكر أيضا لضيوفي الذين كانوا معي الأستاذ عبد الناصر المودع، وأيضا سيادة اللواء محسن خصروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي. نلقاكم إن شاء الله بحلقة جديدة من زوايا الحدث. حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.